بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعظم سلطان. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم. هذوما هم اللي يتكلموا ياسر، مؤمن مؤمن، انظروا هاي اللي ما في القلب عن النغمة دي مسلمون نون براتيكون كيما عملوها لي جوليف ولي كريتيان وسون دي كريتيان دي كرويون نون براتيكون. إذا كان كرويون نون براتيكون توني با كرويون، علاش كنت عدي بيها؟ أنتم مؤمنين لعنة الله على أمثالكم. وشكون خرب الديار والبلدان وكل سواكم أنتم يا منافقين؟ يسارعون في الكفر، انتم تجروا كان باش تكونوا كمعالي بارمي لي زامبي، فوالا سي فوتر فري فيريتي، فولو دير كوم يلفو. يسارع الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا، منافق المدينه قالوا امنا بافواههم، دائما فمهم يخدم لا باش التحقيق كيفاش تكون، كيفاش باش يضيعونا، يقول لك اعلن كي نقولوا امنا ونصحوا بالكلمه دي حفظنا على كياننا، وبعد كياننا كيف يحافظ عليه نعمل ما في بالنا، لكن ما تعملوا كان هكا وسري بيان يغوري كوم يلو فو باسكو فون افي ريان دون لو مون دو لاغريمون ديفان، ما عندكم شيء من رضوان الله، انتم في لعنته 100% لكن اسرعتم بالكفر وظلم يكسر بالنعمه. فماشي واحد تونسي غير الصادقين والصديقات ما يكفرش بالنعمه، كان فقير يحسد اللي عنده نعمه ويعمل عمليه براكاج وعمليه نشل وعمليه بس يعطيني متاعك. واذا كان جات الدنيا عن طريق من تعرفون عاد بالعماله بين اسرائيل، العماله الصغرى والكبرى والظاهره والباطنه وكذا، وقت عاد ما عاش يحس لا مهدد بالفقر لا بابا، ضمنوا له سيادو اللي هو مش يدوم في النعيم، هو ما منه شيء، تضحك تو وتبكي بالدم بعد، تلقاوك تلقاهم انت بالحقيقه، تقول هاي وين اللي عدتوني بيه؟ وانا جاري بيه العمل منذ مده، وين ولا العصب الأم كذا وين يا هاي كل فاتك بوت، انت كنت من النوع اللي تخدم فينا وانت مغفلين، فلا قيمة لك عندنا لإحنا فايقين. هاي هاي ما لا كذلك باي باي مع اشترى نهار ابيض اللي خنت بلادك يا كلب. لا لعنة الله على البرجيبين الا من شد عن القاعدة وعن أتباع بني علي ومن والاه وأتباع السيسي ومن آمن به وأعانه على إثمه وعدواني على قانون الله فيما في حاجة عنده بسيطة ولكن عند الله عظيمة. يوصيكم الله ونرينا كيفاش تفضح، لأن الله أراد أن يفضحه في الدنيا باش يعرف اللي كان يعاديه وفعلا يعايزني يعاديه، واللي كان من إنسان فيه اللي هو مفضوح كما هو مفضوح، يعني لأنه الرئيس نتاعهم كما يفضح هذا الرئيس يفضح أتباعه بالتمام والكمال إلا من رجع إلى الرحمن والسلام.